بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بقية حلقة عابر سبيل وتقديس الرقم 19. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، نستعين بالله ونكمل ما بدأناه قائلين. رقم 19، عايش وباللي انت فيه ده كله، بالصحة والحيوية والنشاط والشباب ده كله، وحابس نفسك في الرقم 19، يا أخي حرام عليك. يا أخي استغل النعمة اللي ربنا اديها لك، والصحة والشباب اللي هتغبن فيه ده، استغله في الدعوة إلى الله، في تقديم الخير، في نفع الناس، مش في تضليل الناس يلفوا حوالين نفسهم طول النهار في الرقم 19. يعني أنا هأعمل زيك لدقيقة واحدة، لدقيقة واحدة هأعمل زيك. تعال نشوف كده. أولا، أنا أسجل هذه الحلقة اليوم الجمعة 27/8/2021. كام؟ 27/8/2021. الموافق ايه؟ الموافق 19 محرم 1443. تاخد بالك معايا؟ خلي بالك. كام؟ 19 محرم 19. اظن الرقم 19 ده لم يأتي صدفة، أظن مش جاء كده اعتباطا، لا، ده له حكمة، له هدف. 19 محرم، خد بالك. طب وإيه تاني؟ خد اللي أثقل من كده، ما هو أثقل وأكبر. هكذا علمت. خد الكبيرة. إيه الكبيرة؟ هو النهاردة موافق كام في شهر 8؟ 27/8/27. ركز معايا في الرقم 7 وايه 27. انا اسمي ايه؟ محمد. كم حرف؟ 4. انت اسمك ايه؟ راضي. كم حرف؟ 4. يعني محمد 4 وراضي 4. 4 زائد 4 كام؟ 8. خلي بالك معايا، ركز. 8. 4 و4 حروف اسمي وحروف اسمك، 4 زائد 4 8. اطرح 8 من 27 اللي هو تاريخ النهاردة، عارف يطلع لك كام؟ 19. يعني المسألة مش لعب، المسألة مش صدفة، المسألة مش كده، لا، ده ليها ترتيب. ده الرقم 19. يعني مش ممكن يكون موافق النهاردة اللي أنا بتكلم معك فيه يكون موافق 19 محرم وفي نفس الوقت 27/8. وسبعة وعشرين دي لما نطرح منها عدد حروف اسمي وعدد حروف اسمك اللي هو 8، اسمي 4 واسمك 4، يعني 8، نطرحهم من 27 يطلع 19. مش ممكن ده يكون مصادفة، لا، مش ممكن يكون مصادفة. هكذا علمت. فاكر انت قبل كده رضا كان بيقول ايه؟ كان بيقول هذا علم من الكتاب. أنا أعي ما أقول، وإنت بتقول إيه؟ هكذا علمت. بالمناسبة، أنا هترك لحضراتكم الجدول بتاع لعبة الأرقام والحروف. هو لعبة، اللي عايز يلعبها يتفضل، يوزن اسمه، يوزن أي جملة يحبها، يعمل أي شيء هو عايزه بهذا الجدول اللي كل حرف فيه له رقم. البني آدمين اللي حاطينه، البشر اللي وضعوه، ولا له أي قيمة ولا رصيد لأي شيء. فمن العبث إن احنا نستخدمه في كتاب مقدس أو نص مقدس مثل القرآن الكريم. يبقى احنا بنلعب، لأن دي لعبة الأرقام والحروف. فمن العبث
إن إحنا نأتي بحروف الكتاب المقدس وهو القرآن الكريم النص المقدس ونلعب بلعبة الحروف والأرقام، خطأ. وممكن تستخرج بلعبة الأرقام والحروف الخير اللي أنت عايزه والشر اللي أنت عايزه، كل الاحتمالات ممكن توصل لها. إزاي؟ تعال نطبق على اسم الأخ راضي. اسم الأخ راضي صاحب عابر سبيل 19 اللي هو بيقدس الرقم 19، تعالوا نشوف اسمه كده، اسمه ايه؟ راضي ره ألف ضاد يه، يعني أنا بتكلم على المحتوى هو، المحتوى بتاعه بطبقه عليه، نشوف عشان تعرف ان ممكن النتائج تطلع خير وممكن تطلع شر، حسب انت ما انت عايز، حسب توجهك انت، حسب احسن. انت ممكن تتوجه في طريق فتجد الحساب مش هو النتيجة اللي انت عايزها، فتغير في ناحية تانية وتوزن حروف تانية وتصطنع اللي انت عايزه، انت اللي بتحركها مش هي اللي بتمشيك، انت اللي بتمشيها وتوصل للنتيجة التي تحبها. يعني كلمة راضي الره وزنها كام؟ 200، والالف وزنها 1. الره 200 والالف 1. طيب والضاد 800. طب واليه 10. يبقى احسب معايا كده 201 و810 هيطلع لك الحساب كام؟ 1011. يبقى الوزن بتاع اسم الاخ راضي كام؟ 1011. اطرح منهم 19 هيبقى عندك كام؟ 992. يعني ايه لما نقرأهم من اليمين كده؟ 299. طب يلا نشوف وزن كل رقم من دول بيقابلوا ايه من الحروف. هتجد الاثنين بيقابلها حرف الب، والتسعة بيقابلها حرف الطه، والتسعة التانية طه. يبقى بط. عموما البط في الرؤية خير، لكن شوف وصلت ليه؟ يصل بك لنتيجة. طبعا انت لما تصل للنتيجة دي لا غير روح لحتة تانية، اعمل كلمة تانية، هات كذا، شوف وصلتنا لإيه، عشان تعرف ان الارقام دي ممكن توديك لأي حتة خالص، لأي جهة، واحتمال خير واحتمال شر، فانت اللي بتقود لعبة الحروف والإيه والأرقام. فما ينفعش نستخدمها في النص المقدس القرآن الإيه الكريم، القرآن الكريم. طيب احنا اتكلمنا عن لعبة الأرقام والحروف واحنا عملنا زيه. ممكن اي حد يحب يتعلم لعبة الأرقام والحروف يعمل زي ما هو بيعمل، بس ما منوش فايدة، ده لعب، لكن ما ندخلش اللعب في الكتاب وفي النص المقدس في القرآن الكريم. يعني ندخل على الآن، ندخل على نقد المحتوى بتاع الأخ عابر سبيل، نخش كده. طبعا المحتوى بتاعه مليان سوء، لو حبينا ننقد مليان ياخد مننا شهور أو سنين لو حبينا ننتقده، لكن احنا هناخد عينات كده سريعة كده على ما نشوف. طيب الأخ عابر سبيل بيقول في حلقة من الحلقات اسمها ايه؟ أسرار مهمة عن البسملة. عنده حلقة بالاسم ده، أسرار مهمة عن البسملة. داخل الحلقة دي بيقول ايه؟ ان هو جاءت له رسالة في الرؤية، يعني فيقول الرسالة التي جاءتني في الرؤية ان سيدنا آدم كان ألف. سيدنا آدم كان ألف ازاي؟ كان ألف ازاي يعني؟ ألف سيدنا آدم، أيوة، هو شاف في الرؤية ان سيدنا آدم كان ألف، فدخل عليه دم فصار آدم، أو فأصبح آدم زي ما هو بيقول. يبقى هو شاف في الرؤية إيه؟ إن سيدنا آدم كان ألف، فدخل عليه دم فأصبح آدم. يا سبحان الله، يا سبحان الله، علم لدني نمرة واحد، بكر ممتاز صافي لن تجده إلا عند عابر إيه سبيل. إن سيدنا آدم، هو شاف في الرؤية إن سيدنا آدم كان ألف، فدخل عليه دم فصار آدم. لا، خد اللي أكتر من كده، خد اللي أكتر من كده. يقول لك إيه؟ ولو بقي ألف ما أكل من الشجرة. يبقى آدم كان ألف، فدخل عليه دم فأصبح آدم، ولو بقي ألف ما أكل من الشجرة، ولو بقي ألفا ما أكل من الشجرة. يا سلام، يا سلام على العلم.
انا تعبت من العلم ده، صدقني تعبت، علم عظيم. وبعدين خد اللي اعظم من كده واكبر من كده، يدخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ايه: ومحمد كان ميم ودخل عليه حمد فاصبح محمد. يا سلام يا سلام، بس كده؟ لا. ويدخل على المهدي، ماله المهدي؟ كان ميم فدخل عليه هدى فصار مهدي. الحمد لله أنه ما قالش فدخلت عليه هدى فصار مهدي، الحمد لله أنه لم يقل ذلك. يبقى إذن هذه نموذج من المحتوى. آدم كان ألفا فدخل عليه دم فصار آدم، محمد صلى الله عليه وسلم كان ميم فدخل عليه حمد فصار محمد صلى الله عليه وسلم، والمهدي كان ميم فدخل عليه هدى فصار مهدي. ايه الرسالة اللي انت عايز توصلها؟ انت بتقول لي المفروض يكون في محتوى والناس توصل رسالة، ايه الرسالة اللي انت عايز توصلها من ده؟ ايه المحتوى اللي في ده؟ ايه اللي انت عايز توصله والرسالة اللي عايز توصلها غير التمجيد في نفسك فقط وعباراتك تدل على ذلك؟ عباراتك ايه؟ انفراد، دايما يقول الجملة بانفراد قبلها وبعدها، انفراد. وبعدين يقول لك ايه؟ خد بالك دي جديدة، خد بالك دي جديدة، ده تمجيد في نفسك اهو. وبعدين ايه؟ ده ربنا من علي بي لسه قريب، ربنا من علي بي لسه قريب. العبارات دي انت تمجد نفسك بها، ترفع نفسك بها. طيب واكتر من كده ايه؟ اسمع المحتوى، اسمع المحتوى وتعلم، اسمعوا المحتوى بتاع الاستاذ عابر سبيل وتعلموا، وله مني كل الاحترام، لكن انا انقد المحتوى، انقد محتواك مش شخصك، شخصك له كل الاحترام، لكن ده محتواك، ده محتواك اللي انت بتلقى الناس بيه وهتلقى ربنا بيه يوم القيامة. شوف هتقول لربنا ايه في التخريف ده كله. يقول لك ايه؟ اسمع اسمع الآتي، اسمع المحتوى. يقول لك يوم 9/8 اللي تنبأ به رضا التونسي، ماله؟ وإلى هنا نتوقف حتى لا نطيل على حضراتكم، لنكمل الجزء الثالث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لنكمل نقد أوهام الرقم 19 في عابر سبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.